بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة. اليوم إن شاء الله راح نبدأ في الشابتر الجديد، هو الليبر أند نيو بورن أسسمنت. ليبر من اسم عملية الولادة، نيو بورن طبعا بعد ما انولد الطفل لازم إحنا نعمل له أسسمنت لحتى نتأكد إنه البيبي تمام 100%. طبعا الليبر is a physiological process the products of conception passed from uterus to outside world، اللي هي احنا حكينا في عملية الكونسبشن هي التقاء الزيجوت مع السبيرم بكونونا التقاء الزيجوت الأوفا مع السبيرم بكونونا الزيجوت. طبعا الزيجوت هو الخلية الأولية للإنسان. طبعا بعد هيك الزيجوت بينزل، وبعد الانقسام الثنائي بينزل بروح على الأبر بارت أوف ذا يوتيرس، بيعمل إمبلمنتيشن في الفاندس أوف يوتيرس. فالآن الكونسبشن هيبدأ يكبر لحد ما في الآخر يطلع لنا بيبي outside of the world. normal labor، كيف نحدد هل هذا الليبر normal ولا abnormal؟ normal إن هي spontaneous onset at term vertex presentation nature termination without any complication affecting health of mother and newborn. نيجي لكل واحدة بالدور. spontaneous onset يعني لحالها بتصير الولادة، بتصير لحالها at term في وقت محدد، وإحنا حكينا قبل هيك الوقت المحدد اللي هو 38 أسبوع بلس ماينس 2 ويك. يبقى الآن at term يعني مدة الحمل عبارة عن 38 بلس 2 ويك من 8 من 6 آسفة 40 أسبوع بلس ماينس 2 اللي هي بتبدأ من 38 أسبوع إلى 42 أسبوع. قبل ال 38 أسبوع بنسميها بري تيرم ليبر، هو ولادة مبكرة. بعد ال 42 أسبوع بنسميها بوست تيرم. بوست تيرم طبعا معظم الستات 40 أسبوع، طبعا الرينج من 38 ل 42، لكن معظم الستات على الأربعين أسبوع بتتم الولادة، وزي ما حكينا spontaneous onset يعني لو لحالها بصير. vertex presentation، vertex يعني head presentation يعني وضعية البيبي بيكون نازل براسه. nature termination لحاله، إجا للست طلق ونزل لحاله بدون أي تدخل إنه أعطيناها حبوب أو تحاميل أو علاجات أو ما شابه ذلك، أو إنه مثلا حولناها لقيصري. هذه القيصر والعلاجات لا تعد normal delivery. termination without any complication affecting health of mother and the newborn، طبعا مش لازم يكون في complication في أثناء عملية الولادة. إذا صار complication في أثناء عملية الولادة بصير هذا complicated labor. labor is defined as the onset of painful regular contraction more than one every 10 minutes within a progressive cervical effacement and dilatation accompanied by descent of the presenting part. الآن نيجي نفصل بعض التفاصيل الأدق. onset of painful regular contraction يعني الآن في painful يعني regular contraction، وفي طلق مؤلم. الست الآن في عندها contraction طلق، وهذا الطلق لازم يكون ريجولار. كيف بدي أعرف هو ريجولار ولا الريجولار؟ إني أنا بدي أحسب على الساعة. إذا كان الطلق بيجي مثلا كل 10 دقايق مرة واحدة، أو كل 5 دقايق، كل 7 دقايق، يعني بين الطلقة والطلقة التانية وقت نفس الوقت في البداية، لكن بعد هيك بتصير المدة بين الكونتراكشن والأخرى تقل مع زيادة الانتنسيتي. يعني في البداية ممكن تكون 20 ل 30 سكند الكونتراكشن نفسها. هنعرف كيف هنقيم الكونتراكشن. الكونتراكشن لما بصير كونتراكشن بصير شد عضلي في اليوترس. لما بصير شد عضلي في اليوترس، لو انا حطيت ايدي على بطن الست بحس لايك بورد، حاجة قاسية، فبعرف انه في كونتراكشن. طبعا الست كمان هي بتبلغنا انه الان بدأت الطلقة عندي، فببدأ أنا أحسب على الساعة بين الطلقة والتانية قديش وقت، بالإضافة مدة كل طلقة قديش، لأنه في النهاية أنا بدي أوصل بين الطلقة والتانية حوالي دقيقة لدقيقتين،
وكل ومدة الطلقة الواحدة حوالي 90 سكند، اللي هي بتقعد الطلقة الواحدة لحالها 1.5 دقيقة علشان يقدر البيبي ينزل. طبعا ليس أكثر من 1 every 10 minutes. إذا صارت كل 10 دقائق تيجي طلقة عند الست، معناته إحنا دخلنا في الولادة الحقيقية، في الولادة الحقيقية. لكن لو كان نص ساعة، ربع ساعة، هذه بنسميها لسه false contraction. حنميز بيناتهم في لاحقا. طبعا with progressive cervical effacement. ايش يعني effacement and dilatation؟ effacement اللي هي thinning of cervix, stretching of cervix and get thinner. بصير cervix متوسط stretch، يعني stretch اللي هي بيمغط واسع، and get thinner بصير رفيع خالص. طبعا الافيزمنت بيصير قبل الولادة، ممكن بأسبوع، ممكن بـ3 أيام، بيومين، بيوم، بساعات. الافيزمنت المهم بيبدأ في خلال آخر أسبوع من عملية الحمل. طبعا بصير السيرفكس سوفت على الآخر. and dilatation بيبدأ السيرفكس يصير له opening، كان closed الآن يبدأ يصير opening. طبعا هنشوف الاوبننج قديش بتكون وكل قديش وتفاصيل الاوبننج في اثناء عمليه الولاده. اند ستند باي ذا ستند اوف ذا بريزنتنج بارت. البريزنتنج بارت هو اول جزء بينزل من الجنين. هل هو الجنين نازل براسه، برجله، بظهره، بالبتوك، في ايش نازل؟ يبقى الليبر از ديفايند از ذا اونست اوف بين فور ريجولار كونتراكشن. زي ما حكينا لازم يكون ريجولار في الوقت وفي الانتنسيتي. more than one every 10 minutes with a progressive cervical effacement and dilatation accompanied by descent of the presenting part. Labor is the process by which the fetus is expelled from the uterus. هي عملية خروج البيبي من الرحم. طبعا labor تتكون من 4 مراحل، ومهمة مراحل الولادة جدا نعرفها مشان نقدر نميز بيناتها. طبعا the labor process, labor and delivery are normal physiological process. ليش normal physiological process؟ زي ما حكينا تو بالتعريف، لأنها spontaneous onset at term, natural termination without any complication, onset of painful regular contraction. طبعا descent of presenting part without any problem. هذه كلها يعني المواصفات تبعت الفسيولوجيكال بروسيس. احنا بهمنا في عمليه الولاده نعمل مينيمايزنج ماذر ديسكمفورت شود بي اوف ذا بارامونت امبورتانس اوف اول بارتيسيبانت انفولد ان ذا كير اوف ذا ماذر اند هير فيتس. كيف يعني؟ يعني انا الان بشارك في عمليه الولاده تيم كامل، طبيب، حكيم، مختبر، داعم نفسي، علاج طبيعي، كل هيتنا في النهاية موجودين من أجل راحة الست اللي قاعدة بتولد. الطبيب بده يعطيها العلاجات المناسبة اللي بتساعدها على الولادة وتخفيف الآلام. الحكيم ينفذ العلاجات، بالإضافة لإنه يعملها سبورت وستي وذ بيشنت، تضل جنب البيشنت. العلاج الطبيعي بده يعملها مساج، في باك مساج، فلورال مساج، علشان يخفف من الألم والشعور بالكونتراكشن. طبعا فن المختبر لازم يعمل التحاليل بسرعة ويساعد البيشنت انه كل تحاليلها تجهز بسرعة على السريع حتى نقدر نتصرف. اي شخص له علاقة في عملية الولادة من قريب او من بعيد، حتى المراسل له دور مثلا في نقل التحاليل، فدوره انه يودي التحاليل بسرعة ويجيبها بسرعة علشان احنا نقدر نساعد الست. فاي شخص موجود في الميديكال تيم او البارا ميديكال تيم وظيفته في عملية الليبر انه يعمل مينيمايزنج للمذر ديسكمفورت. كل واحد بيعمل بطريقته وحسب وظيفته والجوب ديسكريبشن الخاصة فيه. The physiology of labor. The uterine body and cervix undergo a number of changes in the preparation for labor which start at a number of weeks before its onset. طبعا اليوتراين بودي اللي هي احنا حكيناها الفندس and cervix. الفندس والسيرفيكس هما اللي بصير فيهم التشينجز. طبعا هذه التشينجز الهدف منها في النهاية هي عملية الولادة وتسهيل عملية الولادة. وطبعا التشينجز ممكن تبدأ قبل الولادة بأسابيع
وممكن تصير يعني بعض التشينجز بتصير مباشرة في أثناء عملية الولادة. The onset of labor occurs when those factors which inhibit contraction and maintain a closed cervix damage are succeeded by action of factor which do the opposite. الآن إحنا حكينا في كيف نحافظ على الحمل، قلنا في البروجستيرون هو المسؤول عن عملية تثبيت الحمل maintain pregnancy. الآن في عملية الولادة البروجسترون دي بدأ يختفي، مشان يبدأ يختفي الدور تبعه اللي هي السيرفايكال كلوزد سيرفايكال دايمنج، انه السيرفكس كان كلوزد، الآن دي بدأ يفتح. دي بدأ يفتح ليش؟ عشان يخرج البيبي. طبعا في مجموعة عوامل طبعا لازم تصير مشان يصير للسيرفكس اوبن اند افيز. طبعا اللي بتحكم في عملية الولادة المذر والفيتس نفسهم. المذر اذا كانت صحتها كويسه، صحتها الهيموجلوبين كويس، لما بصير كونتراكشن بتاخد بين الكونتراكشن والاخر ديب بريثينج، لما بنطلب منها تعمل بوشينج داون، هذه كلها هي الشغلات اذا الام ساعدت فيها بتساعد نفسها وبتساعد الطفل تبعها. الفيتس حجم الفيتس نفسه له دور، اذا كان حجمه مثلا شويه كبير، الدايميتر تبع الراس مثلا كبير خالص خالص، ممكن ما يطلعش البيبي. لو كان مناسب يطلع بسهولة، لو كان المايكرو كيف راسهم صغير، هدول الست شوية بتتغلب في الولادة لأنه بضلوا البيبي يطلع وينزل. ففي شغلات بتعمل كونتريبيوشن لعملية الولادة بتتعلق بالمذر وبتتعلق بالفيتس. إيش العوامل بتساعد الست على الولادة مشان يصير نورمال delivery normal labor؟ ايش اللي بيصير عند الست كيف بده يفتح السيرفكس؟ اول حاجه the exact mechanism that initiate labor is unknown. theories include يعني في شيء يعني بقدرش احلف يمين انه هذه الشغله هي اللي بتعمل للسيرفكس اوبن، لكن في عده theory. اول حاجه try stretch theory انه الرحم بيتمدد. uterus become stretch and the pressure increase causing physiological change in initiate that initiate labor. انه الان لما تمدد اليوترس لحد معين بعدها مش حيقدر يتمدد لانه خلص حيصير براشر عالي على اليوترس، فهذا البراشر بزود انه البيبي يصير يدفع حتى يحاول يخرج. As pregnancy progresses there is a gradual rise in amount of circulating oxytocin. الاكسيتوسين هرمون الاكسيتوسين بيفرز من البوزيتيرور بتويتر جلاند. البوزيتيرور بتويتر جلاند ايش وظيفة الاكسيتوسين؟ الاكسيتوسين هو المسؤول عن عملية الكونتراكشن، هو اللي بيعمل كونتراكشن. مشان هيك بعض الستات لما بكون عندهم مشكلة في الكونتراكشن مش كتير الكونتراكشن بيعطوها اكسيتوسين مصنع. فالاكسيتوسين هو هرمون الطلق انشيات كونتراكشن. طبعا الاكسيتوسين هنشوفه في لاحقا انه ما بينعطاش من بدايه عمليه الكونتراكشن، في لحظه معينه فقط بينعطى الاكسيتوسين. As pregnancy advanced progesterone is less effective in controlling rhythm uterine contraction that normally occur. In addition there is may also be an actual decrease in the amount of circulating progesterone. احنا حكينا من بدايات الحمل بيضل محافظ على الحمل هو البروجسترون. الان البروجسترون not effective فبيقل الافكت تبعت البروجستيرون، فبالتالي ببطل قاد ببطل الرحم يعني عامل ريلاكس، حيبدا شوي شوي يصير له كونتراكشن. There is increased production of prostaglandin by fetal membrane and uterine deciduous as pregnancy advance. طبعا كل ما زاد الحمل كل ما زادت كميه البروستاجلاندين اللي بيفرزها الفيتال ممبرين. احنا حكينا في عندنا تو فيتال ممبرين امينيون وكوريون، هدول الاثنين والديزيديوا يوتراين ديزيديوا اللي هي البلاسينتا بيبدوا يفرزوا البروستاجلاندين. قبل هيك مر علينا البروستاجلاندين بيعمل كونتراكشن في عمليه المنسز، بيعمل كونتراكشن للاوفري. الان البروستاجلاندين وظيفته في عمليه الولاده ان يعمل كونتراكشن لليوترس. فالان في عندنا مجموعه عوامل الاسترتشنج تبعت اليوترس، الاوكسيتوسين، لس بروجستيرون او ديكريز البروجسترون ليفل، الان في انكريز في البروستاجلاندين ليفل،
In later pregnancy, the fetus produce increased level of cortisone that inhibit progesterone production from the placenta. طبعا بيبدا افراز الكورتيزون. الكورتيزون وظيفته انه يوقف افراز البروجستيرون من البلاسينتا، عشان هيك بقول سيركوليتنج بروجستيرون. طبعا في شغله ثانيه، السيوريسات انه بيصير سحب للكالسيوم من المسل اوف يوتراس، بصير سحب للكالسيوم من المسل اوف يوتراس على البلاد، فبتقل كمية الكالسيوم الموجودة في اليوترس، في المصل اوف يوترس. فالآن لما يصير هايبوكالسيميا في العضو ايش بصير؟ فبصير تيتاني، فبصير كونتراكشن. هذه الثيوري السادسة اللي بنضيفها على الثيوري تبعت الولادة. يبقى في عنا ستة ثيوري، أول واحدة اليوتراين ستريتش، الثانية الأكسيتوسن، الثالثة اللي هي ديكريز ليفل اوف بروجستيرون، الرابعة اللي هي البروستاجلاندين، الخامسة الكورتيزول اللي بيمنع إفراز البروجستيرون من البلاسينتا، السادسة عملية سحب الكالسيوم من المايوميتريوم، فبالتالي بصير تيتاني اوف مايوميتريوم. طبعا بريمنتري سيمبتومز اوف ليبر، ايش العلامات اللي بتقول انه الان الست بدأت تدخل على الولادة؟ اول حاجه مصطلح اللايتنينج اللي احنا اخذناه في حكينا في الاسبوع 36، بتبدا الست تحس براحه. ايش هو الراحه؟ من وين هذا الراحه جايه؟ من اللايتنينج. اللايتنينج انه البريزنتنج بارت اللي هو سواء راسه او البتوك او رجليه او الجزء اللي نازل من جسمه الاول بيبدا ينزل ويقعد في الحوض، فلما بينزل في الحوض بيبدا يوسع من اعلى اليوتراس. ما في احيانا بيحكوا في المصطلح العام في الكالتشر تبعتنا انه بطنك نازل، جربت تولدي. هذه البطنك نازل هي مصطلح اللايتنينج. In most prime gravida the presenting part sinks into the pelvis during the last 3 to 4 weeks of pregnancy which cause the uterine fonts to descend down and reduce the upper abdominal distension making the woman more comfortable. حكينا انه في اخر 3 اسابيع لـ4 اسابيع بينزل البريزنتنج بارت، وغالبا بكون الراس بينزل في الحوض، فبالتالي الست بتحس انه صار عندها راحه لانه المساحه اللي كان ماخذها الراس في اليوتراس بدات تنزل في الحوض فصار يوسع. الفولس بين البراكسون سندروم، براكسون هيك سندروم اللي اخذناها اللي هي الفولس كونتراكشن. طبعا Many women experience uterine contractions which are strong enough to cause pain. Some days before labor starts, such false pain differ from labor pain only in that they are less regular and are ineffective in dilating of cervix. بصير احنا بنسميها بالعربي بين قوسين تحاسيس الولادة، بصير الست كل كم من ساعة تجيها قرصة في بطنها. هذه القرصة بنسميها contraction، false contraction، براكسون هيكس سندروم أو ساين. طبعا لو احنا جينا حسبنا ما بين الكونتراكشن هذه والكونتراكشن الثانية مثلا ممكن نلاقي نص ساعة ساعة أو ساعتين. الطلقة اللي بعديها بنلاقيها مثلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني غير منتظمة، irregular contraction. الانتنسيتي تبعته ما بتزيدش، وليس effective in dilating of cervix، ما بتعملش دايليتيشن للسيربكس، بس هذه بتحفز اليوتراس انه بده يصير عمليه ولاده، تحفيز، عمليه تحفيز. في عندنا ساين اوف سيمبتومز للليبر. اول حاجه بينفول يوتراين كونتراكشن، حكينا الكونتراكشن بيكون سيفير بين، لذلك انه كل التيم الموجود وظيفته مينيمايز الديسكمفورت اوف كونتراكشن للمذر. Shortening and dilatation of the cervix مهم جدا، يصير shortening اللي هي بين قوسين الإفازمنت and dilatation توسيع of the cervix، بيبدأ السيرفكس يفتح. الشو عبارة عن mucous membrane tingled with the blood. الآن بصير ربشر للفينيوز الصغيرة الموجودة في الفاجينا، فبينزل احنا حكينا في اثناء عمليه الحمل
بيصير بلاج اوف سكريشن على باب اليوتراس، على باب السيرفكس، اسف، على باب السيرفكس، وظيفتها منع الباثوجين انها توصل لليوتراس. الان هذه البلاج اوف ميوكاس بتنزل، بتقول الست بينزل علي مخاط مليان دم. فالان لما بصير كونتراكشن بصير ربشه لبعض الفيزلز الصغيره الموجوده في الفاجينا، فبتنزل البلاج اوف ميوكاس تينجلد وذ بلاد، فيها ايش؟ شويه بلاد، فهذا بنسميها الشو الربشه اوف ميمبرين. الامونيوم والكوريوم بصير لهم ربشر، فبتنزل امنيوتيك فلويد. طبعا هذه الشغلات احنا كلها بتدل على انه الان صار في عندنا عملية ولادة حقيقية. إذا شفت الأربع علامات هدول معناته إنه الست داخلة في عملية الولادة. ستيج زوف ليبر، أول حاجة فيرست ستيج، طبعا إحنا هنقسمهم لأربع ستيجز، بعد هيك هنرجع نقسم ستيج واحد وستيج اتنين لمراحل أخرى. الفيرست ستيج اللي هي onset of true labor pains to fill dilatation of cervix، اللي هي من بداية ما يصير عندنا true contraction true labor، ألم حقيقي للولادة regular contraction للحظة مسير fully dilated of cervix and effacement، لحد ما cervix يصير له fully dilated، هذه بتنتهي ال first stage. الآن ال second stage من لحظة ما صارت full dilatation للحظة ما يعمل خروج للجنين. ال second stage full dilatation of cervix to expulsion of fetus from birth canal، اللي بنسميها المرحلة الثانية مرحلة ولادة الجنين. يبقى المرحلة الأولى مرحلة التوسعات، إنه السيرفكس بصير له توسع. المرحلة الثانية بتصير اللي هي مرحلة ولادة الجنين. المرحلة الثالثة مرحلة ولادة البلاسينتا، after expulsion of fetus to explosion of placenta and membrane after birth، اللي هي عملية خروج البلاسينتا مع الممبرين، التو ممبرين. لازم نتأكد ان التو ممبرينز موجودة بعد الولادة، يعني لازم نتأكد انهم موجودين. يبقى مراحل الولادة الأولى الدايليتيشن، المرحلة الأولى مرحلة الدايليتيشن، المرحلة الثانية مرحلة الفيتاس ديليفري، المرحلة الثالثة مرحلة البلاسينتا ديليفري، المرحلة الرابعة هذه مرحلة الهيمودايناميك ستابيليتي. هيموديناميك ستابيليتي بدي اتابع الست واتاكد انه كل امورها تمام فيها. طبعا فيرست 1 تو 2 اورز افتر بيرث، اول ساعتين بعد الولاده، نسميها مرحله الهيموديناميك ستابيليتي. هنشرح الان، نبدا كل مرحله بمرحلتها. ذا فيرست ستيج اللي هي ستيج اوف سيرفايكال دايليتيشن فيها ثلاثه فيز. طبعا مهم جدا نفهم الثلاثه فيز، لانه بتيجي كل فيز هذه منها اسئله في امتحانات المزاوله، في كل الامتحانات تجي لاي طالب كمان بده يقدم في لمستشفيات الولاده، لازم يسالون في هذا الفيزز. يبقى الفيرست ستيج عباره عن ثلاثه فيز بتخش بثلاث مراحل. المرحله الاولى ليتنت فيز، ذا ليتنت فيز ستارت فروم اونست اوف ليبر انتل ذا سيرفيكس رياش 3 سنتيمتر دايليتيشن لاست between 3 to 8 hours shorter in multiverse women. Contraction occur at least twice every 10 minutes with each lasting more than 20 seconds. Not more than moderately strong and are equal quiet well tolerate without analgesia. اللي هي latent stage، مرحلة latent stage هي مرحلة توسع السيرفيكس لحد ما يوصل 3 سنتي. طبعا بتقعد من 3 ل 8 اور، بتختلف ما بين الست اللي والده اول مره والست الوالده اكثر من مره. في الستات اللي والدين اكثر من مره ممكن تاخذ 3 4 ساعات، لكن في الستات البرايم بتوصل 8 ساعات و7 ساعات. يبقى الليتنت فيز بتاخذ من 3 ل 8 اور. الكونتراكشن طبعا بيكون منتظم، كل 10 دقائق بتجينا طلقتين، يعني كل 5 دقائق عندنا طلقة، والطلقة لو أنا حسبت على الساعة من بداية الطلقة لنهايتها حوالي 20 ثانية. طبعا الطلقة كل 5 دقائق 20 ثانية تعمل دايليتيشن للسيرفكس لحد 3 سنتي. طبعا الست بتكون قادرة على تحمل الألم بدون أي تدخل علاجي. الأكتيف
فيزل، اكتف فيزل هي المرحلة الثانية. طبعا هذه المرحلة بتكون شديدة، الست شوي بتحس انه خلاص يعني مش قادرة تتحمل. من 3 سم تفضل سيرفايكال ديليتيشن، من 3 ل 10 سم. بتدخل اكتف فيز مع الترانزيشن فيز اللي هي المرحلة الثالثة في الديليتيشن، يعني من 3 ل 8 او من 3 ل 10 اللي هي مرحلة الاكتف فيز. طبعا بيميز في الاكتف فيز مدة الكونتراكشن والديوريشن بيناتهم. from 3 سنتيمتر to full cervical dilatation here the contraction become more frequently and stronger، بصير الكونتراكشن متكررة وسترونجر، بصير أقوى. الكونتراكشن occur 3 times every 10 minutes. احنا حكينا في latent phase 2 contraction كل 10 دقائق بتقعد حوالي 20 ثانية، لكن في الاكتف فيز كل تقريبا 3 دقائق تجينا كونتراكشن وبتقعد حوالي 40 سكند، يعني بدأت تزيد من 20 ل 40 مشان يصير مور دايليتيشن اند افيزمنت للسيرفكس. طبعا ذا ديوريشن اوف ذا فيرست ستيج اوف لوبر ان برايمري جرافيدا من 6 ل 18 ساعة، لكن في الست المالتي بارا من 2 ل 10 ساعة. المرحلة الأولى مرحلة الدايليتيشن بشكل عام تاخد حوالي 6 ل 18 ساعة في البرايمي ومن 2 ل 10 في المالتيبل جرافيدا. ترانزيشن فيز طبعا هذه بدنا نقف عندها شوية، تقريبا تكون من 8 ل 10 سنتي. الكونتراكشن بالبابل سترونج، بتصير سترونج على الآخر. كل دقيقة ونص لثلاث دقايق بتيجي كونتراكشن بتقعد من 45 ل 90 سكند، يعني بتمتد لدقيقة ونص. يعني بتيجي الكونتراكشن الآن خلصت، بعد دقيقة خلصت يعني بتقعد دقيقة ونص، بعد دقيقة ونص بتيجي كمان كونتراكشن جديدة دقيقة ونص. طبعا الترانزيشن فيز از ذا موست كروكر، ذا موست تشالنجز فيز، يعني أخطر مرحلة في عملية السيرفايكال دايليتيشن اللي هي المرحلة الثالثة للترانزيشن فيز. ليش خطيرة؟ لأنه هذه مرحلة خلاص، يعني الآن البيبي بده يطلع، البيبي صار له انجيج طالع، يعني موجود في الفاجاينا. الآن بدنا نسحب البيبي، فبكون المرحلة خطيرة جدا لأنه ممكن يصير فيها الكومبليكيشن. هذه المرحلة بيصير فيها كومبليكيشن. طبعا كروكل أو تشالنجز فيز، طبعا هذه لأنه بيصير فيها الكومبليكيشن. طبعا بالنسبة للسيفيريتي اوف بين، الستات اللي أعمارهم من 18 ل 40 سنة تقريبا بحسوا بألم الولادة بشكل كبير كبير. الستات بعد ال40 بيبدأ يقل الألم، لأنه ممكن تكون الست بعد ال40 سنة من كتر الشغل والتعب والدار وإيش زي هيك، يعني مش قادرة، يعني خلاص صار عندها تحمل، يعني صار تعود جسمها على إنه يتحمل الألم. لكن الستات الأقل من 40 بيكون الألم شديد جدا بالنسبة لهم. بالآن المرحلة الأولى هي مرحلة الدايليتيشن فيز، تتكون من 3 فيسز: ليتنت فيز، أكتيف فيز، ترانزيشن فيز. المرحلة الثانية هي مرحلة ولادة الجنين، مرحلة ولادة الجنين from full dilatation of the cervix until the fetus is born. It is also divided into phases. الآن مرحلة ولادة الجنين بتصير على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي passive phase، passive phase the time between full dilatation and the onset of involuntary expulsive contraction. There is no maternal urge to push and the fetus head is still relatively high in the pelvic. هذه ال passive phase اللي عندنا إذا بتتذكروا لما حكينا station minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5، يعني الآن الست لساتها في ال passive phase، إنه الست still in negative station، في negative station. ال active phase في ال positive station. طبعا the second phase is called active phase. There is a maternal urge to push. بتحس الست حالها محشورة على الآخر، أنا بدي أعمل stool. تصير تقول أنا بدي أعمل stool. إذا قالت أنا بدي أعمل stool معناته إنه البيبي الآن خلاص في مرحلة خروجه برا جسم الست. Because the fetal head is low
causing a reflex need to peer down، لأن يعني رأس البيبي بيكون ضاغط على ال على الست، فبالتالي بتحس حالها إنها need to WC. Duration should last no longer than 2 hours in a primary para and 1 hour in multi para. الستات اللي ولدوا أكتر من مرة خلال ساعة بتكون والدها الجنين، يعني بتروح الست مثلا واسعة 8 سنتي، ساعة بتكون مخلصة كل عملية الولادة. في البرايم جرافيدا أو البرايم بارا اللي أول مرة بدها تولد، عملية ولادة الجنين يعني الآن هي فول دايليتد 10 سنتي، من لحظة ما صارت فول دايليتد 10 سنتي تاخد معاها وقت حوالي 2 ساعة لحتى تولد الجنين. يبقى المرحلة الثانية من مراحل الولادة هي مرحلة الفيتاس ليبور. المرحلة الأولى سيرفايكال دايليتيشن، تحتوي على 3 فيزز، ليتانت فيز و اللهم صل على سيدنا محمد، ليتانت فيز وال والاكتف فيز، الاكتف فيز والترانزيشن فيز. حكينا في السكند ستيج اللي هي الليبر اوف فيتاس، الدليفر اوف فيتاس تو فيز، الباسيف فيز اللي هي النيجاتيف ستيشن، والاكتف فيز اللي هي البوزيتيف ستيشن. في البوزيتيف ستيشن بتصير حاسه الست حالها بدها تعمل بير داون البوشنج للبيبي. الثيرد ستيج اللي هي البلاسينتا ديليفري، عمليه ولاده البلاسينتا. طبعا عمليه ولاده البلاسينتا بتصير سبونتينيوسلي بعد الولادة تبعت الفيتس. الآن بعد ما ولدت الست وعملنا كلامب ما بين الجنين وما بين الأم، وعملنا قط للأمبلايكال كورد، الآن بنستنى بتروح الحكيمة بتلبس البيبي، بتنشفه بتلبسه وبتوزنه، وبعديها إيش في خلال نص ساعة بصير عملية ولادة البلاسينتا. From the birth of the fetus or fetuses إذا كانت عندها مالتي يعني أكثر من بيبي أو توائم، until the placenta and membrane is are delivered and the uterus has retracted firmly to compress the uterine blood sinuses. الآن بعد ما ينولد البيبي تبدأ تنزل البلاسينتا، وطبعا لما تنزل البلاسينتا هنعملها assessment وهنشوف كيف هنعملها assessment لقدام. الرحم بصير فيرم، بيصير كونتراكشن. هذا الكونتراكشن ايش وظيفتها؟ وظيفتها خروج البلاسينتا بالاضافه تعمل كومبريسز على اليوتيراين بلاد سينسز. مكان ما كانت مزروعه البلاسينتا بصير فتحات في جدار الفندس اوف يوتراس، فهذه الفتحات لازم تسكر مشان ايش ما يصير عندنا بليدنج. فالكونتراكشن هذا بتعمل فازو كونستريكشن، الفازو كونستريكشن بوقف عمليه البليدنج. The placenta is usually delivered with the few minutes of the birth of baby، يعني تاخذ حوالي 30 دقيقه ماكسيمم، يعني من 10 ل 30 دقيقه بالكثير. يعني اذا زادت عن 30 دقيقه معناته الست خشت بالابنورمال، معناته انه في عند الست مشكله، ممكن يكون عندها ما فيش كونتراكشن في اليوتراس، صار عندها يوتراين اتوني. اذا صار عندها يوتراين اتوني هذه مشكله، انه الست بصير عندها بليدنج، فبدنا نعالج المشكله هذه. حنشوف كل المشاكل البلاسينتا اللي بتمر معانا في الحلقه الجايه، في المحاضره الجايه. طبعا الفورست ستيج حكيناها 1 ل 2 اور افتر ديليفري، اللي هي هيموديناميك ستابيلتي، بناخد للست الفايتال ساينز، بنشوف اليورين اوتبوت، هل عملت يورين ما عملتش يورين، بنشيك على الايبوزوتومي اللي هي الغرز. طبعا هذا كله هيتو حناخده في شابتر البيريبيريم، الشابتر اللي وراه. الكومباريزون بتوين ترو اند فولس ليبر، الترو اند فولس ليبر في عنا الترو ليبر سيرفايكال دايليتيشن، في دايليتيشن للسيرفكس، الكونتراكشن انكريز انتنسيتي اند فريكونسي، يعني كانت كل 10 دقائق طلقتين، بعديها بصير كل 10 دقائق 3 طلقات، بعديها في 10 دقائق 4 طلقات، كانت 20 سكند الطلقة في البداية، بعدين صارت 40، بعدين صارت 90. الفريكوانسي والانتنسيتي، الانتنسيتي الشدة 20 سكند، 40 سكند، 90 سكند. الفريكوانسي طلقتين كل 10 دقائق، 3 طلقات كل 10 دقائق، 4 طلقات كل 10 دقائق.
ليك اوف امنيوتيك فلويد، صار عندنا رابشر ممبرين، البلادي شو اللي حكينا، الميوكس بلاج مع التينجل اوف بلاد، الفولس ليبر هي السيرفكس از ان تشينج، ما فيش تشينج، الكونتراكشن irregular at decrease with the change of position or activity، الكونتراكشن irregular لو اخذت الست حمام مية سخنة او تمشت او اخذت كتاب قاعدة تقرا فيه او عملت اي نشاط من الانشطة اللي بتحبهم بيختفي الكونتراكشن، مع الريلاكسيشن بيختفي الكونتراكشن، no evidence of change in vaginal discharge، ما فيش vaginal discharge بتنزل. في عنا بعض المصطلحات اللي حنشوفها، الكومن فيتال اورينتيشن، في ثلاث مصطلحات لازم تكون فاهمينهم عشان نعرف ايش الفرق بين اللاي والبرزنتيشن والبوزيشن. اول حاجه اللاي، the relationship of the long axis of the uterus to that of the mother longitudinal transverse oblique، اللي هي علاقه محور الام اللي هو العمود الفقري تبع الام والعمود الفقري تبع الجنين. هل محور اللي هو العمود الفقري تبع الجنين موازي للمحور او العمود الفقري تبع الام او لا؟ هل هو عرضي، مائل، طولي؟ طبعا البرزنتيشن اللي هي presenting part of the portion of the body of the uterus that is foremost in the birth canal، سفر كبريتش، نشوف اول جزء نازل من الجنين اللي هو بنسميه لي presenting part، وجوده في الفاجينا والسيرفكس. البوزيشن denominator point prominence of presenting part relative to pelvic rim left right occipital anterior left left occipital anterior common most common left right occipital transverse left right occipital posterior. البوزيشن عبارة عن عظم البريزنتنج بارت، يعني عظم مثلا البيبي نازل براسه او برجله او البتوك، هذا العظم تبع البريزنتنج بارت وعلاقته بالبلفيك بريم اللي هو حافة الحوض. كيف العلاقة بيناتهم؟ الآن حنروح على بعض الصور مشان احنا نعرفهم، يعني أول حاجة هاي شايفين البيبي نفسه واقف 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 واقف، هذا بنسميه longitudinal lie، إنه العمود الفقري تبع البيبي موازي للعمود الفقري تبع الأم، هذه شغلة واحدة. cephalic presentation كل الأربع صور نازلين بإيش؟ براسهم، cephalic يعني راسه، cephalic presentation. طبعا difference in attitude of fetal body، no change in the fetal attitude in relation to fetal vertex as the fetal head become less flex. طبعا بتختلف الآن بعض الشغلات اللي بنسميها، في عنا الليفت occipital anterior اللي هو البوزيشن تبع البيبي، the baby head is slightly center in the pelvic with the back of the head toward the mother left thigh. الآن البيبي نازل براسه، البيبي نازل براسه، قناة الولادة، نشوف صورة ثانية، هاي هذه راس البيبي بالضبط على حفة حوض الأم، يعني على حفة حوض الأم. الآن هل الهيد وجه البيبي باتجاه الليفت ثاي ولا الرايت ثاي؟ إذا كان على الليفت ثاي بنسميه ليفت اوكسيبيتو انتيريور باتجاه الثاي الليفت، الليفت اوكسيبيتو بوزيتيريور إنه راس البيبي جاي على الليفت ثاي باتجاه الليفت ثاي، إن هان تمركز راس البيبي أو البريزنتنج بارت وعلاقته هل هو باتجاه الليفت ثاي ولا الرايت ثاي. طبعا هذه بعض الوضعيات، هذا لونجيتودينال، هي البيبي عمود الفقري موازي لعمود الفقري للام لكنه بريتش بوزيشن. ايش يعني بريتش بوزيشن؟ انه نازل بجزء اخر غير الراس، اي شيء نازل غير الراس بنسميه بريتش بوزيشن. هي هذول الاثنين نازلين بالباتو،
لكن واحد البتك نازلة في الحوض أكتر من التاني، فهنا بنسميه هان الكومبليت بريتش بريزنتيشن، هان لونجيتودينال لايف رانك بريتش بريزنتيشن، طبعا الى نسبة الى العالم اللي اكتشفه. هاي هذا برضو كمان بريتش بوزيشن، فوتلينج بريتش بوزيشن نازل برجله، طبعا لونجيتودينال مش العمود الفقري موازي للعمود الفقري للأم. هان طبعا اللونجيتودينال لايف فيرتكس بريزنتيشن حكينا عنها، الميكانيزم اوف ليبر حكينا، ذا ابيلتي اوف ذا فيتس تو سكسسفولي نيجوشيت ذا بيلفيس ديونج ليبر اند ديليفري ديبينس اون ذا كومبلكس انتر اكشن اوف ثري فاريبل يوترين اكتيفيتي فيتس اند ماتيرنال بيلفيس الباور باسنجر باسج. الان حكينا اللي بتدخل في عمليه الولاده اول حاجه اليوترين اكتيفيتي اللي هو الكونتراكشن، اذا كان فولس ولا ترو. اذا كان فولس معناته على الفاضي، ما في دايركتيشن للسيرفكس وما في عمليه ولاده. اذا كان ترو كونتراكشن فهذه بتؤدي الى الدايركتيشن اوف ذا يوترس. الفيتس اند ماتيرنال بلفيك ريم حجم البريزنتنج بارت بالنسبه للحوض تبع المذر، هل هو القياسات تبعت راس البيبي او العضو اللي نازل من البيبي متناسبه مع البلفيك ريم تبع الست؟ بالمناسبه المسافة ما بين السباين الإسكال سباين between two إسكال سباين تقريبا 9.5 سنتي، 9.5 سنتي. طبعا الباور القوة تبعت المذر، الباسنجر هي قناة الولادة، الباسج اللي هو البيبي، يعني كل هذه العوامل مع بعضها هي اللي بتتحكم في عملية الولادة، حجم البيبي والكونتراكشن وقناة الولادة، هل في دايلاتيشن ولا ما فيش دايلاتيشن، افيزمنت ما فيش افيزمنت. طبعا مشان نقيم عملية الولادة ما بقدر أقيمها بس من الكونتراكشن، الكونتراكشن لا هذا جزء من عملية التقييم، لكن التقييم برجع للريت اوف سيرفايكال افيزمنت اند ديليتيشن، الديستنت اوف فيتال هيد، هدول الشغلات اللي بتقيم عملية الولادة، بالإضافة للفريكونسي اند ديوريشن اوف يوتراين كونتراكشن الون. طب زي ما حكينا الكونتراكشن لوحده مش عملية تقييم لعملية الولادة، الكونتراكشن محتاج لا سيرفايكال افيزمنت ديليتيشن وديسنت اوف فيتال هيد، هدول الثلاثه مع بعضهم احنا حكينا بقيموا عمليه الولاده. طبعا ان ذا سكند ستيج اوف ليبر ذا سيرفكس از فولي دايليتد اند بروسس از ميجرد باي ذا ديسنت اند روتيشن اوف ذا بريزنتنج بار، عمليه الروتيشن تبعت البيبي نزل صار فليكس هيد، كل عمليات كل الحركات اللي بيقوم فيها البيبي من اجل المناقش يعمل نوجيشن للبيرث كانال مشان يقدر يطلع. طبعا الستيشن حكينا عنها قبل هيك، حكينا عن الاسكال سباين اذا كان تحت الاسكال سباين بوزيتيف ستيشن، واذا كان فوق الاسكال سباين بنسميها نيجاتيف ستيشن. طبعا ذا ليبر بروسيس الليبر اند ديليفري ار نورمال فيسيولوجيكال بروسس حكينا، ليش حكينا؟ لانه قلنا التيرم وسبنتينيوس ونو كومبليكيشن على المذر والبيبي، وبصير ستريتشنج وكل العمليه الحاجات اللي حكيناها. طبعا المينيمايزنج مذر اند ديسكمفورت حكينا لازم تكون مسؤوليه كل التيم، الكوبينج ميكانيزم فور بين نوت تو ستوب ليبر ممنوع منعا باتا نوقف الكونتراكشن، لازم احنا ايش نسوي؟ نعمل كوبينج ميكانيزم. كيف يعني كوبينج ميكانيزم؟ هنشوفها ان شاء الله في اللقاء الجاي كيف هنعمل شغلات تخفف الالم وتخفف عمليه الولاده وتساعد في عمليه الولاده. شكرا لحسن استماعكم والى اللقاء في المره القادمه، يعطيكم العافيه.